يودري معكم نشوف فيديو محطين فيديو جديد سلسلة جديدة فلاشين اللي هاد السلسلة هادي تكونوا كنديرو مثلا ريفيو على أفلام مغربية قدامين غادي نطلعوا عليهم غادي نحاولوا نديروا مراجعة الفيلم من أتر زيد. تفرجوا في هاد الكونسيبت جديد اللي درتو في القناة ولي عجبكم أساش تقولوا لي في الكومنتر ولي لايك وحاولوا داك لاكلوش ديال لاشين اللي هي جرس ديزاكسيفيوها وعادوا أكسيفيوها لحقاش حيتاش غبرت هاد اليامات على يوتيوب ما بقاوش النوتيفيكاسيون ديال لاشين ديالي كيوصلوا كاع الناس اللي عندي فلاشين هادشي علاش ديزاكسيفيو لاكلوش وعادوا أكسيفيوها باش يبقاو يوصلوكم جديد ديما ما نعطلش عليكم الفيلم اللي غنديرو اليوم اللي هو هواجس منتصف الليل بلاتي بعدا نطفي الضو باش يجي داكشي فيلم قديم تقريبا من 2002-2001 هكداك هاد الفيلم القصة ديالو كدور هو اللي هو فيلم مغربي واحد البنت اللي كان غايخطبها واحد السيد اللي هو داك السيد لعب الدور ديالو واحد السيد لعب الدور رشيد الوالي اللي كان غادي يخطب واحد البنت اللي ما عرفش نسميتها بالضبط هذيك البنت ومن بعد سمح فيها هي ما تقبلاتش مشات كتجري ضرباتها طوموبيل دارت اكسيدون ومات في ديك الاكسيدون خصنا نوقفوا على قلبي هنا شنو خصنا نمشي لكم القريه برا مونيا من بعد غتبدا هنا القصه وغادي تنوض الروح ديال ديك البنت وغادي تبغي تنتقم من السيد اللي هو رشيد الوالي كلشي على الاغنيه ديال الفيلم وهاد الاغنيه ديالي كتعجبني بزاف خوت انا اللي معزز عليا هاد الاغنيه ديال هاد الفيلم هذا كنعرف نكومبوزيها القصة بدات من بعد ما مول الطاكسي وقف حدا المقبرة وقفات له واحد ديك الجنية اللي كتلعب انها هي الدور ديال ديك البنت اللي تخلى عليها داك السيد وهزها من المقبرة لانه ما عرفاش بلي هي جنية عرفها بلي هي غير بنت شيرات له في الطوموبيل وكانت شتا بزاف وطلعها في الطوموبيل من بعد ما ركب السيدة بقات فيه وقال لها غنغطيك بالكبوط ديالي وديك الساعة هو حن فيها وغطاها بالكبوط ديالو وتما داك السيد ندم مسكين اكبدي ديالي على البرد من بعد ما وصلها للبلاصه فين قالت له العنوان اللي عطاتو حيت هي ما هضرتش معاه هي عطاتو واحد الورقه وقالت له ديني لهذا العنوان منيا زنقة السالمية من بعد ما وصلها لبلاصة اللي بغات بقى كيسينها في الطاكسي هي طلعت مشات طلعت في العمارة مشى بغى يدخل يتبعها يشوف فين مشات لحقاش الجاكيطة اللي كان مغطيها بها كانت فيها البسطام ديالو الوراق ديال الطوموبيل بيرمي يعني كاع الحوايج المهمة ديالو كانوا في داك الكبوط اللي غطاها بها بغى السيد يدخل العمارة لقى الباب مسدود بقى كيعيط كاين شي واحد هنايا حيت راه في شكل هذا الشيء هو السيد شاف السيده دخلت لك العماره وفجي يشوف العماره ما فيها حتى واحد مس الخير سيدي الله يخليك انا مول هذا الطاكسي هذا جبت واحد السيده طلعت هنا للعماره قالت لي غتجيب لي الفلوس وتقريبا هذه واحد نص ساعه وانا كنتسنى فيها هاد العماره كامله ما كاينش فيهم لا شي واحد اللي عنده البنت وحلا داك العساس ما كيعرفش يهضر وانا شخصيا عصبني تا وانا السيد كيقلب فيه وكيقلب له جيابه وكيدير له الامن المطارات شكرا نعم سيدي الشيء تعقل عليها الله يودي لنا عقل عليها اصبر بعد نعم المهم دخلوا لذاك العمارة لقاو واحد السيدة واحد الحاجة اللي هي كاينة في داك الدار داك الحاجة اللي كاينة في داك الدار كتشبه لذاك البنت اللي ركبها معاه في الطاكسي وما فهمتش انا مول الطاكسي ما قدرش يعقل عليها مكلخس على الدراجة عاو شكون هادي؟ ومنار هادي بنتي بنتك واللي ما فهمتش ضحكني شنو كتعني القضية فيها خوخة وإلا القضية غتكون فيها خوخة تكون فيها خوخة فيها خوخة واللي ما فهمتش انا طرا واحد الخطأ هنا في السيناريو وما عندهمش الوقت عاد يديروا كوبي ويعاودوا داكشي من جديد خلاوه كيف ما هو الانسبكتور قال لذاك السيد اللي جاي يشكي قال له واش انت اللي شيرات لك ولا انت اللي وقفتي ليها واش انت اللي شيرات كون انت وقفتي لها واش انت اللي شيرات كون انت وقفتي لها واش انت اللي شيرات كون انت وقفتي لها ويعيط داك الانسبكتور لصاحبه شنو قال له قال له سيري انا جبتك واحد خدمه اخويا ما خبريش بلي البوليس تاهم عندهم كيديروا بريكولات وزعما البوليس جالسين ما عندهم ما يدار وصاحبه قال له لقينا لك بريكول صاحب مول الطاكسي مسكين ما عطاوش الحق انه يهضر في الفيلم مسكين المخرج ما حملوش ما عطاش شي سيناريو يديرو عطاه يهضر غير مع راسو بيكون غير قالها كنعرفو كيف
خرب بلادي خرب بلادي خرب بلادي. كيفاش خرب بلادي؟ خرب بلادي فين تلعاد ديك البنت ودات له الكبوط اللي فيه الوراق وفيه داكشي كاملين. لقات ما الانسبكتور اللي كان صيفطو ديجا قال له راه هنايا كنطرى لي داك المشكل. ناري علاقه مع دار له الانسبكتور صافي تقول هضر لي خويا واش بغيتي 50 باش ما تنتا دار بها شي حاجه؟ اكنعم سيدي راني انا وصلت العماس الله يخليك راه وصلت هنايا وطلعت المراه عندي المراه وصلتيها قالت لي 50 باش ما تشحن الصوره ديالك كل ما تعاودو انت كتخرخر كتضيع النقطه. قال له اش كتخرخر؟ شحن الصوره ديالك كل ما تعاودو انت كتخرخر 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 كتضيع النقطه. مشى بقى كيقلب على سميتها لان هي كيقولوا له هي راه السيده ميته مشحال هذه. مشى كيقلب يقلب في المقبره وكيقلب على السميه اللي عطاوه ولقى لقى القبر ديالها في الكبوط ديالو. غادي سوق تاكسي غادي سوق تاكسي اليوم. الفيلا اللي غايكريها رشيد الوالي فوس داك الفيلا قال له داك السيد اللي غايكري له داك الفيلا قال له بلي هنايا كاينه واحد البيت وصاه بلي انه داك الباب هذيك ما خصوش يفتحها هو شخصيا داك المفتش كورومبو اللي انا سميته مفتش كورومبو بلي هو ديجا عمره فتحها في حياته. وهاد الحجره هادي ما تقربوا لهاش نهائيا وبيني وبينكم انا شخصيا عمري ما دخلت له. رشيد الوالي بغى يكتب العقد مع داك السيد مفتش كورومبو قال له امتى غنكتبوا العقد. ناض الاخر قال له امتى غنلعبوا الشطرنج. حتى السيناريو داكشي مخربق. فوقاش نعملوا العقد؟ تفضل فوقاش غادي نلعبوا الشطرنج؟ فوقاش غادي نلعبوا الشطرنج؟ فوقاش غادي نلعبوا الشطرنج؟ سوبرمان ديال الفيلم داك السيد اللي وقف على مرات رشيد الوالي اللي تزوج بها من بعد اللي وقف عليها معلق معلق هنايا الدبلوم ديالو. ما فهمتش دير له الكادر ومعلق الدبلوم ديالو. الله يخلف وجه على البركه. انا هنا كنتظر نتلاقى مع شي بنت باش نكتشف القدرات ديالي. هنا طاقم هنا ديك اللقطه اللي غادي تفتح عليهم السترجم وهما اول مره دخلوا لذاك الدار اللي مرات رشيد الوالي وواحد البنت كانت معاهم. داك السترجم من تفتح الا ركزتو مزيان كيبان فيه بحال شي يد دفعات داك السترجم. الخدع السينمائيه تلفات لي زهره الهضره خدع سينمائيه المغربيه. مول الطاكسي في الاخر ديال الفيلم حماق وبقى فيه صراحه هو ما دار والو. مول الطاكسي انا ما فهمتش. انا كنفترض على ان داك مول الطاكسي هو السيد اللي ضرب داك البنت اللي كانت سمح فيها رشيد الوالي في الاول اللي هو السبب في الاكسيدون ديال ديك البنت اللي هو اللي ضربها وقتلها. رشيد الوالي اللي هو ضحك عليها انتقمت منه وتوا في التالي غادي يحماق. مفتش كورومبو كنظن على انه هو الاخ ديالها. اش في التالي ديال الفيلم فاش هي حمقات رشيد الوالي وجات هابطه مع الدروج هو حلها الباب ديال الطوموبيل كنظن على انه هو الاخ ديالها. والفيلا اللي كراها له هي ان الفيلا اللي كانت عايشه فيها هي والبيت اللي قال له هذا البيت هذه ما كتفتحش هذيك كنظن على انها بيتها. كيجيكم نايس نايس تصنا كنا وصلنا لاخر ديال الفيديو. مشاو شي عجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات اللي وليت كندير فلاشين قولوا لي كيفاش جاكم في لي كومونتير. الا عجبكم انا مستعد نفتح بلاي ليست فلاشين اللي خاصه بهذا النوع ديال الفيديو. مشاو شي لايك ديزاكتيفو لاك لوش بطبيعه الحال واكتيفيو حيت صراحه قلت لكم المشكل اللي كاين. دوزوا لنا انستغرام بطبيعه الحال كنبغيكم بزاف. بيس الله وسلام نتلاقاو في فيديو جاي.